عشاق رياضة التسلق أكيد عندهم فلسفة خاصة في التحدي، ورغم خطورتها لكن المتعة اللي فيها هي جزء من الشغف. حنتعرف اليوم على أسرار وتفاصيل هذه الرياضة مع المحترف فيها حسن مجلد، منورنا عبر سكايب. يا هلا وسهلا حسن، منور ساعة شباب. يا هلا والله بنورك، الله يسعدك، شكرا على استضافتي في برنامج ساعة شباب. بالعكس واجبنا. بداية بنعرف كيف بدأت علاقتك بحبك وشغفك الكبير لرياضة التسلق بالتحديد، وأيضا كيف تطور معك هذا الموضوع؟ والله أول بداية لي في رياضة التسلق كانت في تنوم عن طريق الاتحاد السعودي، كانوا مقيمين أكاديمية للشباب لتعليم أساسيات التسلق في منطقة تنومة في عسير. هناك كان المدرب علمنا على اساسيات التسلق، كيفيه اساليب السلامه، لبس الخوذه، كيفيه ربط الحبال، طريقه التواصل معك انت والشخص اللي ماسك لك الحبل اللي هو اسمه البيلير. من وقتها وانا يعني جدا اعجبني التسلق لان التحدي اللي فيه جميل جدا، وفي من مهارات حل المشكلات، تحدي بدني، تحدي ذهني، و ممتع متعة. ما شاء الله، يعني وصلت للاحتراف في هذه الرياضة. طب أيضا تسلق لعدة أنواع، فريت تكلمنا عنها وأعطينا أهم التفاصيل الموجودة فيها. للتسلق عدة أنواع، أشهر نوعين لها هو السبورت كلايمينج اللي هو التسلق بالحبل. أساليبه وأهم المعلومات عنه هو أنه في حبل وفي نقطة لازم تثبت فيها الحبل عشان ينطاح المتسلق يكون في الامان اللي هو الحبل مع البلاير اللي تحت الماسك بالحبل. وفي نوع ثاني يسمى البودرينج او المصطلح العربي الجلمده. الجلمده يعتبر تسلق صخور غير مرتفعه جدا، ولكن يكون في تحت سيفتي اللي هو اسمه كراش باد. الكراش باد اللي هو زي اسفنجه للارتطام عليه اللي عشان يعني تمتص الصدمه، ويكون في ناس يساعدون بتوجيه المتسلق لما يطيح على الكراش باد هذه عشان لا تصير له اصابات او يطيح طيحه غلط. يو يا حسن، انا قاعده اشوف لك فيديو قاعد تتسلق بدون اي ادوات سلامه، وينها؟ يعني هذه المنطقه مو مرتفعه، هذا هو النوع الثاني الجلمد اللي حكيت عنه. اي نعم، هذا هو هذا ما الجلمد. يحتاج، الكراش باد يعني يتعب. ما يحتاج اي ادوات سلامه، لا هتتسلق بدون اي شيء، بدون حبال. شوفي اي نعم، هذا التسلق بدون حبال، ولكن في اساليب سلامه اللي هي كيفيه السقوط. كيفيه السقوط يتم التدريب عليه بالبدايه شوي شوي عشان اذا المرء طاح من ارتفاع اللي هو الجلمده هذا يعرف كيف يطيح بدون لا يسبب اصابات اخرى لنفسه. والكراش باد هذه الاسفنجات تعتبر يعني ممتازه جدا لامتصاص الصدمه هذه. حتى يعني لو صارت طيحه غلط لا سمح هذا الله. اهم شيء، أهم شيء السلامة. أيوة. يعني حسن، صحيح. طب نبي هو نعرف. أساسا معليش بس بذكر نقطة، أكيد الكثير من الناس يحسبون أنه رياضة التسلق تعتبر رياضة خطيرة جدا، ولكن الحقيقة أنها تعد من أأمن الرياضات إن تمت بوسائل السلامة اللازمة. الخطورة تكمن في سوء استخدام وسائل السلامة الموجودة أو التعلم بشكل خاطئ، هو فهذه هي الخطورة الخطورة تكون الكبرى. يا حسن عند الناس اللي توسوس كثير، الناس الموسوسة مثلي. هذا الصعب. والله أنا جربت مرة حقيقي، عندي يمكن فوبيا، الناس اللي عندها فوبيا من المرتفعات ممكن تخاف من هذا الشيء شوي، عندها هوس توسوس كوي طالعة فجأة الخيط أو الحبل ينقطع زي ما بنشوف في الأفلام، فهذا اللي مأثر علينا صدقني يا حسن، ولا هي آمنة جدا. ولكن خلينا نتكلم عن أبرز المشاركات اللي شاركت فيها في هذا النوع من الرياضات. أنا شاركت في مسابقتين محليتين للتسلق اللي هو التسلق القيادي بالحبل. أول مسابقة شاركت فيها كانت في جدة، كلها طبعا في 2021. أول مسابقة كانت في جدة والثانية كانت في الدمام. طبعا كان اللي في جدة كانت أول مشاركة لي في مسابقة محلية أو مسابقة تسلق بشكل عام، والحمد لله كان في توتر طبعا اول مسابقه، ما كنت متوقع ايش المسارات اللي بتجيني، ما ادري اذا عندي او اذا كنت مستعد بالشكل اللازم للقيام بهذه المسارات، هذه كلها افكار راودتني. ولكن زي ما قلت سابقا، مهاره حل المشكلات هذه اساسيه ان تكون عندك في خاصه في المسابقات، لان قراءه المسار نفسه هذا يعني يعطيك كيفيه التسلق اللي انت حتسويه لهذا المسار وهل بتخلصيه او لا.
طب والحمد لله وصلت للنهائيات وقتها في مسابقة تسلق القيادة الأولى اللي شاركت فيها في جدة، والمسابقة الثانية في الدمام وصلت نصف النهائيات وما كملت النهائيات، ولكن الحمد لله لأن في النهاية هي حقت للمتعة وليست أكيد أساسا للفوز على الخصوم. جميل. طب وين أبرز الأماكن اللي تسلقت فيها، وإيش المكان الحلم اللي نفسك تكون أحد متسلقي؟ يمكن كثير من الشباب والبنات اللي عندهم هذه الهواية وهذا الحب وهذا الشغف لرياضة التسلق دائما يقولوا لك والله ودنا نكون أو ودنا نتسلق قمة أفرست، فأنت وش حلمك، وش المكان اللي ودك فعلا أنك تتسلقه؟ طبعا التسلق اللي انا اسويه تسلق غالبا خارجي، انا بديت بالتسلق الخارجي وتسلقت فقط في السعوديه، ما طلعت برا ولا تسلقت برا. في مناطق جميله جدا في السعوديه منها تنومه، تنومه تعد من صحيح. ابرز الاماكن للتسلق في المملكه العربيه السعوديه، نوع الصخر الموجود جميل جدا، نوع الطبيعه هناك جميله جدا. اي وفي منطقة الطائف في الشفا برضو نفس الكلام، وفي الحريق، الحريق طبعا تبعد عن الرياض حوالي ساعتين تقريبا، كل ويكند تقريبا في يعني مع تحسن الأجواء كل ويكند نطلع أنا والشباب نتسلق هناك تخييم وتسلق، وتعتبر منطقة ماشي. جميلة للتدريب. وفي بالنسبة لأماكن التسلق الداخلي حاليا يوجد نادي واحد في المملكة العربية السعودية اللي هو نادي داينو للتسلق اللي هو أنا في حاليا جالس فيه. عندنا هذا يعد بعد في أول جدة حسن، في جدة موجود؟ اي عندنا، لا مو نفس المركز، عندنا أيوه كمان مراكز للتسلق بس مو على مستوى كبير، يعني صحيح شيء صحيح مصغر يعني أيوه للهوايات اللي حاب انه يمارس هذه أيوه الرياضة. فعلا نورتنا وشرفتنا حسن، الله ويعطيك الف يسعدك عافية، ان شاء الله مستقبلا نشوفك مشارك في الكثير من المسابقات تحصل على جوائز متقدمة في هذه إن شاء الرياضة، الله يا رب. والاهم شيء السلامة والمتعة أكيد أكيد لازم موجودة. السلام يعطيك طبعا، العافية. الله يعافيك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل غصون وعماد، زوجان يقدمان أول علامة تجارية للحوامض.